فهمني؟ انت لازم تحسبني كخزيان، فهمني؟ تقول لي استدعاء واستدعاء، شكون استدعاء؟ شكون انت؟ سبحان الله في الوسط عرضونا بالمشروبات وواحد هذوما الناس كانوا يكرهم بن علي، هذو الناس كانوا يكرهم بن علي، تخدموا لشكون؟ كنتوا تخدموا في بن علي، تو تخدموا لشكون؟ بدنا نهز باسبورك نزلت الثورة والله نزلت الثورة تقرا فيه تسمع في جميل تقرا فيه تقرا فيه هذا كلام يقول لي تقرا فيه انا عندي سنوات ما جيتش تعرض لي تقرا فيه بين مستوى المشكلة مش في بن علي المشكلة فيكم انتوما قابلين للركوب انتوما الجاي نتاع الركوب قابلين للركوب يقول لي تتخرى فيه انا ما نحشمش تتخرى فيه انا بعد سنوات استقبلت تتخرى فيه هي نصورها خلي الشعب يشوف انه الثوره ما صارتش مازالت الثوره قول زميلك واحد برك يقول له خلي تتخرى فيه خلي تتخرى فيه يعني كي بشتريت الامور وما نجيبش في الدنيا. شنو لا مدام اخي تسبوا في راجلي وتحب هو اي والله تسب فيه. لقيت وما لقبتش القضية احترمني كان معايا بشوي 20 سنة مش شوية امي مش تموت امي الدم بتاعها عندها 10 عندها 20 6 يحترمني يقول لي تتخافيه هكا نستخدموا الناس في حرام تاع تونس هكا لا باش تصور هي باش تصور نحن لا بالله نحب نسمع واحد يقول له احترم نفسك خلي تخرى فيه هذاك خلي تتخرى فيه نقول له واحد برك نحبه يكلمه يقول له احترم نفسك بعد 20 سنة هكا تصور والله لا صارت الثورة والله لا صارت الثورة كنتوا تخدموا البن علي تو شكون فهمني شكون فهمني فهمني بيقول لي